يعد المعروك الأكلة الشعبية الرمضانية الأولى والتي لا يكاد يخلو بيت منها في شهر رمضان، فهو أحد أنواع المعجنات المشهورة والتراثية، حيث يقبل الناس على شرائها لأنها نوع من التقليد الخاصة بشهر رمضان. سابقا كان معروك يعني يعبر عن خبزة رمضان، وكانت عادية جدا يعني، وهلا تطورت صار يعني صار فيها منكهات وصار فيها مواد. سابقا كانت البلد صغيرة وكان عدد سكانها صغير، كان الإقبال عادي، هلا صار الإقبال أكثر وكميات أكثر نشتغل. أولي كان بس عجين من خميرة كعك، كان خميرة كعك، خميرة حمص كنا نشتغله، هلا صار تطور صرنا نشتغله بريوش. بعد ما خلص العجنان أريح العجين شي نص ساعة ونقطعه كمان يتريح، بعدين يبلش طريقة الشغل هوني، عرفت شلون؟ يفوت على المخمر يختمر العجين مشان تنفش، ويفوت بعدين على الفرن. هون نحشي الكمية اللي نريدها، قشطة، شوكولا، عجوة، زبيب، فواكه، موز مع القشطة حسب الطلب، يعني ايش ما بدنا نشتغل. اول كنا نشتغل على دورنا، كنا نشتغل على الفرن الحجري، يعني مثل ما تقول التعب اولي كان اكثر من هلا. هلا صار نشتغل كمية اكبر، عربيات اكبر، وصار نحطها بالفرن. وتتألف عجينته من مادة الطحين المضاف إليها السمنة والسكر والماء، حيث تعجن وتخلط جيدا، ثم تترك مدة ساعة حتى تختمر في أفران خاصة، ثم توزع على الصاجات، وبعدها يرش على وجهها السمسمة وتدخل إلى فرن حتى تخبز. وتطور المعروف خلال السنوات الماضية ليرضي جميع الأذواق، وأدخل إليه حشوات مختلفة منها عجوة التمر والشوكولا والقشطة والفواكه، إضافة إلى المعروك السادة والذي يسمى بالخبز الرمضاني. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.